معكم اصدقائي راح ناخذ درس انجليزي على السريع الماشي مثل ما نسميه. اوكي، جملة اليوم اللي راح نحتاج نكتبها حضر كراسة القلم هي the fastest way to change yourself. The fastest way to change yourself is to hang out with people who are already the way you want to be. اوكي، نشرحها مرة ثانية. The fastest way، الطريقة الأسرع، الطريق الأسرع. fastest، fast سريع، fastest صيغة المبالغة اللي هي الأسرع. the fastest way، way طريق، الطريق الأسرع to change yourself، لتغير نفسك. to change yourself، لتغير نفسك. is to hang out، فعل hang out يتواصل، يلتقي أو تأتي أحيانا يتسكع أيضا. Okay, the fastest way to change yourself is to hang out, to تلتقي أو تتواصل with people مع ناس, with people who are already الذين هم مسبقا the way you want to be, اللي هم بالطريق اللي هم مسبقا بالطريق اللي أنت تريد أن تصبح عليه. Okay, إذن نعيد الجملة بشكل سريع. The fastest way to change yourself is to hang out with people who are already the way you want to be. اللي أريد منكم الآن بالاختبار أن تكتبون هذه الجملة حفظاً على الغد بالكراسة الخاص بكم، تدربون على لفظ 5 مرات. بعد أن تدربون على لفظها 5 مرات بصوت مرتفع تكتبوها بالتعليقات على الغد حتى تمكنون من حفظها بشكل جيد. ولا تنسون الإعجاب والمشاركة لهذا الفيديو، وألقاكم قريباً في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.